بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت يوسف عمل بوش على الايه الجيت هاب وشفنا اللي حصل، وفي الاخر طلعنا في الاخر ان احنا بقى عندنا الماستر تمام، وفي منها التو برانش. ماليش دعوه بقى باللوكال، سيبك من اللوكال دلوقتي خالص، خلاص احنا خلصنا شغل وكل واحد رفع شغله خلاص. طلعنا في الاخر على الجيت هاب ان فيه الماستر اللي كان فيه الفايلز واتنين بي ار تمام، عاوزين نعملهم تاني عشان نفهم لما نعمل ميرج المره دي ليه هيحصل كونفليكت. ركز معايا دلوقتي، ادي الماستر بتاعتي، دي الماستر، ايوه دي الماستر. كان فيها ايه؟ المفروض كان فيها الفايلات كلها ايه؟ دي كل ايه؟ دي كل الفايلات اللي كانت عندي. حلو حلو، سواء ده او ده او ده او ده او ده، كان فيهم الخمس فايلات دول. واحد يقول لي استنى، ده كان فيهم دول وبعد كده ضفنا دول. قلت له تمام، ما احنا كان فيهم، ركز معايا، كان فيهم ايه؟ كان فيهم احمد ويوسف وده وده، وده ضفناه مؤخرا. فاكرين لما ضفنا ده مؤخرا؟ فلما ضفنا ده مؤخرا عملنا له جيت بوش بقى هنا، وجبناه هنا وجبناه هنا وجبناه برضو هنا وجبناه برضو هنا. اذا اكنه بقى موجود عندي في كله، فنضاف معاهم. حلو، اذا ده في كل الملفات اللي عندي. حلو، كل الملفات اللي عندي على الجيت هاب موجوده هنا تمام. لما عملت تو برانش، برانش لاحمد وبرانش مين؟ ليوسف. حلو، البرانش ديت اهي، ركز بقى معايا، فيها كل الفايلات، وبرده البرانش ديت فيها ايه؟ فيها كل الفايلات تمام. المختلف بين دي ودي ايه؟ الفايل اللي اسمه، بص لو رحت على البي ار بتاعي احمد، دي بتاعت السي دي بتاع احمد، لو فتحت الفايل ده هلاقي ان احمد ضايف ايه؟ ضايف ده تمام. خلينا ناخد ده كوبي اهو واحطه جنبه، هروح على الكود اجيب بتاعت يوسف اهو، هجيب بتاعت ايه؟ بتاعت يوسف اهي اللي هي التيتشر. لو فتحت نفس الفايل هلاقي نفس الفايل، بس الاختلاف، شايف الاختلاف هنا في البرانش بتاعت احمد عامل كلاس الستودنت، في البرانش بتاعت يوسف عامل الكلاس التيتشر. حلو قوي حلو قوي، ركز بقى معايا. اذا الاثنين دول متشابهين في كل حاجه، متشابهين في كل الفايلات ما عدا الفايل اللي فيه الكلاس اهو، الفايل ده هما المختلفين فيه. كل حاجه متشابهين، هنا عامل كلاس الستودنت، هنا عامل كلاس التيتشر. حلو حلو قوي، في مشكله؟ مفيش مشكله. اذا الماستر فيه الفايلات اهي، كل الفايلات، حتى الفايل بتاع ده اللي هو اللي فيه الكلاس كان فاضي اهو. لو رحت بص، لو رحت خدت دي كمان اهي ورحت على المين، بص هروح على المين وفتحت نفس الكلاس هلاقيه فاضي، شايف؟ اذا بص، هو نفس التلاته دول نفس الجيت هاب، بس ده الماستر اهو، وده بتاع احمد وده بتاع ايه؟ يوسف. شايفين الفايل ايه؟ هنا فاضي، هنا في الستودنت ده بتاع مين؟ ده بتاع احمد. هنا بتاع ايه؟ يوسف اللي فيه التيتشر تمام. لكن باقي الفايلات متشابهين فيها، باقي الفايلات كلها متشابهين فيها. اذا ده فاضي، الفايلات ديت موجوده هنا هي هيها، وموجوده هنا هي هي. لكن الفايل ده موجود هنا فاضي ما فيهوش اي كلاسات، هنا موجود فيه كلاس الستودنت، هنا موجود فيه كلاس التيتشر تمام. في مشكله؟ ما فيش مشكله. انا لما اجي اجمعهم بقى في نيو مين، في ماستر جديد، الفايلات المتشابهه اللي ما اتغيرش فيها حاجه هحطها. حلو تمام. لما اجي اعمل ميرج بين ايه؟ بين الماستر او المين مع الكلاس ده، اذا الكلاس ده، الكلاس اللي هو ده، هو نفس الكلاس ده بس نضاف الايه؟ الكلاس الجديد انت، فحطه. حلو، احطه
تمام. اذا الكلاس ده بقى فاضل فيه ايه؟ الستودنت. تمام. لما اجي بقى اضيف ده هنا يحصل كونفليكت. ليه؟ لان انا عندي فايلين من نوعين مختلفين. عندي ايه؟ فايلين من نوعين مختلفين. هو الفايل زي بعض بس ده فيه ستودنت وده فيه تيتشر. الاثنين مختلفين، ده فيه داتا وده فيه داتا ثانيه. ركز تاني. تاني اهو. دلوقتي ده الكلاس كان امبتي زي ما اتفقنا اهو، امبتي الماستر اهو امبتي اللي هو ما فيش كلاس. انا قصدي بامبتي يعني ما فيش كلاس. لكن ده في كلاس الستودنت وده في كلاس ايه؟ التيتشر. تمام. لما اجي اعمل ميرج بين ده، تمام، اجي اعمل ميرج بين ده اللي هو في الماستر وبين الستودنت بتاع احمد، تمام، هيعمل لي ميرج. ليه؟ لان الاثنين دول المفروض كانوا متشابهين، بس زودت عليه الستودنت فهو هيقبله ما فيش اي مشكله. تمام. اذا الماستر اصبح عندي في الفايل ده. تمام. اجي بقى اعمل ميرج بين الماستر ده وده. طب هعمل ميرج بين الاثنين دول ازاي؟ ده في هنا كلاس ستودنت وفي هنا كلاس تيتشر. طب اعمل ميرج، اختار انهي فايل، الفايل ده ولا الفايل ده؟ ما انا بختار فايل واحد، اختار ده ولا ده؟ فيحصل كونفليكت، ما هوش عارف. طب ما احنا لما كنا بنعمل هنا، لما عملنا ميرج بين الماستر والبرانش بتاعت احمد اخترنا الفايل ده. ليه؟ لان الفايل ده هو اصلا الفايل ده بس متزود عليه الجزء ده. ركزوا معايا، ليه قبل دول؟ ليه قبل دول؟ نيجي تاني في الرسمه. بص، مش دول التو بيربطوا ايه؟ اهو دول التو بيربطوا ايه؟ حلو. قلنا فيهم نفس الفايلز بس اللي اختلف الفايل ده. الفايل ده امبتي ما فيهوش اي كلاسز، لكن ده في كلاس الستودنت وده في كلاس ايه؟ التيتشر. حلو. انا لما اجي اعمل بيرج بين الماستر واول برانش هيعمل لي ميرج عادي جدا ويكون لي ايه؟ ماستر جديد في الفايلات العاديه خالص اللي ما اتغيرتش شيء، وفي كلاس متضاف فيه التيتشر. ليه قبله؟ قبله لان انا لما اجي ابص للفايل ده والفايل ده هقبله. ليه؟ لان الفايل ده هو اللي هو بتاع احمد اللي هو الستودنت هو عباره عن الفايل ده منضاف اليه كود فيقبله. انا عاوز بس تفهم هو قبله ليه؟ قبله عشان ده كلاس، قصدي عشان ده ايه؟ فايل. هو بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على ده، بيحتوي على ده مضاف عليه كود صغير فيتقبل عادي. تمام. حلو. اصبح عندي ايه؟ اصبح عندي نيو ماستر جديد اهو، ده نيو ماستر بعد ما عملت ميرج بين الاثنين دول. تمام. الفايل ده اصبح فيه كلاس ايه؟ الستودنت. تمام. اجي اعمل ميرج بين الماستر ده والايه؟ والبرانش الثانيه. تمام. ده فايل فيه كلاس الستودنت وده فايل فيه كلاس تيتشر. تمام. اعمل ميرج ازاي؟ ما انا عشان اعمل ميرج لازم الكلاسين او التو فايل يكونوا متشابهين، بس في واحد متزود عليه كود او زايد حته، لكن ما يكونوش الاثنين مختلفين بالمنظر ده. شايفين ده وده كانوا عاملين ازاي؟ الاثنين متشابهين بس في واحد زايد عليه كود، في واحد زايد عليه جزء من الكود. اهو الاثنين متشابهين ولا لا؟ ايوه الاثنين متشابهين بس في واحد زايد عليه كود فقبل الميرج، ما فيش اي مشكله. لكن تيجي تعمل ايه؟ ميرج بين ده وده ما ينفعش. هل الاثنين متشابهين؟ لا. انت عارف لو الاثنين متشابهين وفي جزء من الكود زيد عليهم تمام، لكن دول الاثنين مختلفين، ده مختلف عن ده خالص، فيحصل كونفليكت بسبب انه مش عارف هل هو يقبل ده ولا يقبل ده. تمام. تمام. اذا هو ده اللي احنا بنتكلم عنه وعاوزين نعمله. تمام. حلو قوي. المفروض اصلا انا دلوقتي ايه؟ في سلام، يعني ده الاكونت بتاع سلام وانا فاتح الايه؟ الجهاز بتاع سلام. لو رحت على الكود وعملت ريلود هروح على المين، مفيش اي ايه؟ بول ريكويست عشان ايه؟ عشان اعمل ميرج. المفروض احمد ويوسف كان عملوا بول ريكويست عشان اقدر اعمل ميرج. فاكرين لما كنا بنعمل بول ريكويست؟ ايوه فاكرين. تعالوا نروح مره على جهاز يوسف ومره على جهاز احمد ونعمل ايه؟ بول ريكويست. خليكم معايا. ده الاكونت بتاع احمد اهو، اهو احمد محمد. تمام. هروح هنا اهو، هتلاقي ايه؟ ده
البرانش كان بتاعتي، هقول له ايه كومبير اند بول ريكويست وكريت لي بول ريكويست كده خلاص، انا كريت بول ريكويست اصبح عندي بول ريكويست تقدر تتعمل لها ميرج عندي عشان اجمع الشغل بتاعي. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لاحمد. ثواني اروح على الجهاز بتاع مين؟ بتاع يوسف. تمام. دلوقتي انا اهو واقف فين؟ عندي يوسف. حلو قوي. هروح هيلاقي ايه؟ هو بيجيب لي بيقول لي لازم تعمل بول ريكويست على البرانش ديت عشان تقدر تعمل لها ميرج. فاعمل البول ريكويست. عملت بول ريكويست، هعمل كريت بول ريكويست. خلاص؟ خلاص كده عملت ايه؟ التو بول ريكويست، اصبح عندي تو بول ريكويست اهو، كلاس تيتشر وكلاس ستودنت. في مشكله؟ ما فيش اي مشكله. تعالوا نرجع بقى تاني على الجهاز بتاع مين؟ على الجهاز بتاع اسلام. جميل. بصوا بقى معايا دلوقتي، بصوا معايا كويس جدا اهو، ده اسلام اهو، ما فيش مشكله. هروح على الايه؟ بروجكت بتاعي. هلاقي عندي اتنين بول ريكويست. تمام؟ عندي الكلاس تيتشر لو دخلت عليه هيقول له انه ما فيش اي مشكله وكله تمام. حلو. والكلاس والكلاس ستودنت ما فيش اي مشكله وكله تمام. اذا لو عملت ميرج لواحده منهم كله تمام. ليه؟ لان انا قلت لك انا عندي التو بي ار ده الفايل فاضي ما فيش اي كلاسات، ده في كلاس الستودنت وده في كلاس ايه؟ التيتشر. لو عملت ميرج مع ديت الماستر اللي موجوده دلوقتي اللي هي امبتي مع ديت او مع ديت هيقبلها. ليه؟ لان الكلاس ده هو الكلاس ده، الاثنين دول زي بعض ما عدا ان ده زايد عليه جزء معين فهيقبله ويعمل نيو ماستر. نفس الفكره لو انت عملت ميرج مع دي الاول، الاثنين دول فايلين زي بعض بس ده بيزيد عنه كود الكلاس بتاع التيتشر فيقبله عادي جدا. لكن لما اجي اعمل بقى ميرج مع اللي هيطلع منهم ايا كان هتعمل مع مين، مع الثانيه يحصل كونفليكت. يعني مثلا لو انا عملت ما بين ديت وديت الاول اللي هي الماستر واحمد هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ماستر. تمام؟ فيها كل الفايلز وفيها الفايل ده منضاف لي ايه؟ كلاس التيتشر. تمام. لو جيت اعمل مع ده، ما هو الماستر ده الماستر الجديد، خلاص ده اصبح ايه؟ اصبح مش معايا خلاص، ده الماستر الجديد، هعمل ميرج مع ديت يحصل كونفليكت. حلو. العكس لو انا عملت ميرج ما بين دي وديت هيطلع لي ماستر جديد في كل الفايلز. تمام؟ وفي الكلاس بيحتوي على كلاس ايه؟ التيتشر. الفايل اللي بيحتوي على كلاس ايه؟ التيتشر. تمام. اجي اعمل مع ده يحصل كونفليكت لان الفايلين مختلفين. هي هياها. عشان كده تلاقي ان ايه؟ لو انت رحت على البول ريكويست تلاقي ان الاثنين صالحين انك تعمل لهم ايه؟ تعمل لهم ميرج. طب تعال نعمل ميرج مع واحده منهم. وليكن تعال نعمل ميرج مع بتاعت يوسف الاول. خليني بدل ما اعمل لهم ما اخش كده واعمل لها ميرج على طول كده، تعال نعمل لها ميرج عن طريق الكوماند. دلوقتي انا في ايه؟ انا في اسلام اهو. اول حاجه طبعا عشان برضو ايه؟ شوف انا بفكر ازاي. انا اول ما فتحت الباش بتاعتي رحت اشوف هي اخر مره ده كان ميكريت برانش وده كان ميكريت برانش وعملوا بوش فكريت تو برانش. ده كله موجود فين؟ موجود على الجلوبال، لكن اللوكال مش موجود، ما عنديش اي برانشز، يعني التو برانشز دول مش موجودين. تمام؟ تمام. لو جيت عشان اتاكد هقول له جيت برانش داش ايه، مش هلاقي دول كانوا مسحين قبل كده، مش هلاقي غير المين. خلاص محتاج اعمل ايه؟ جيت بول عشان اجيب كل اللي ايه الجديد على الجيت هاب احطه عندي. فعملت بول. شايف بعديها لما اعمل جيت نفس الكوماند بتاع جيت برانش داش اول. تمام. هلاقي ايه؟ هلاقي اهو شايف تاسك كلاس ستودنت وتاسك كلاس تيتشر. حلو. حلو. لو عملت جيت تشيك اوت تمام على التاسك دي اللي هي بتاعت مين؟ خلينا في بتاعه التيتشر بتاعت ايه يوسف اهو، راح على ايه؟ على التاسك بتاعت التيتشر اهي. شايف لو رحنا هناك اهو، لو فتحنا التاسك كلاس بص نلاقي ايه؟ التيتشر اللي موجوده. ليه؟ لان احنا واقفين على البرانش بتاعت مين؟ واقفين على البرانش بتاعت يوسف، ويوسف كان ميكانيك برانش
وحاطط فيها كلاس التيتشر. دلوقتي انا لما عملت بول التو برانشز دول جم هنا. التو برانشز ايه؟ دول جم هنا. بقى التو برانشز موجودين هنا اهم. شايفين بعد ما كانت البرانش واحده، برانش واحده خاصه باحمد وبرانش واحده خاصه بيوسف اتجمعوا في الايه؟ في الجيت هاب، وبقوا الاثنين موجودين عند اللوكال عند اسلام. شايفين اللفه مشت ازاي؟ بالظبط. حلو قوي. مفيش اي مشكله. تمام. تعالوا بقى نعمل ايه؟ عاوزين نعمل ميرج ما بين الماستر والبرانش بتاعت يوسف. عشان نعمل ميرج كنا واخدين كوماند اسمه جيت ميرج. بنقف الاول جيت تشيك اوت مين، هقف فين؟ هقف على المين، وبعد كده اعمل جيت ميرج وادي له اسم ايه؟ وادي له اسم البرانش اللي عاوز اعمل معاه ميرج. اعمل ميرج، قال لي ايه؟ كده انت ميرج. شايف انا واقف على المين ازاي؟ بص انا واقف على المين، واقف على المين. تمام. لو رحت هناك افتح التاسك كلاس، شايف الاقي الكلاس بتاع التيتشر. تمام. الاقي ايه؟ الكلاس بتاع التيتشر انضاف عندي فين؟ في المين. اذا اصبح الكلاس اللي كان هنا فاضي، الكلاس اللي كان هنا فاضي بقى فيه ايه؟ التيتشر. انا كده عملت ميرج مع بتاعت يوسف. تمام. لكن لو رحت جلوبال مش هلاقي حاجه. ليه؟ لان انا شغال لوكال. انا شغال فين؟ لوكال هنا اهو، شغال لوكال على الجهاز بتاع اسلام. اذا مفيش حاجه ظاهره هنا. عشان كل حاجه تبان، بص بقى معايا، هروح اعمل جيت بوش. ركز بقى معايا، لو رحنا هناك ورحنا على الكود، بص معايا، بص ما عملتش حاجه. عندي البول ريكويست اصبحت واحد. طب فين الكلاس تيتشر؟ ما انا عملتها اهو، ما انا عملت ميرج وعملت بوش. فهو لما عملت بوش قلت له طبقته عندي في سلام، طبقه لي على الجيت هاب. فهو لاحظ انك انت عملت ميرج مع بتاعت الايه؟ مع بتاعي التيتشر. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص هنا كده انا عملت ميرج. تمام كده عملت ايه؟ عملت ميرج اهو، دي المين بتاعتي، عملت ميرج من ديت وديت. خلاص فكريت نيو ماستر اهو، فيها فايل، فيها كلاس ايه؟ التيتشر. تمام. دي المين الجديده بتاعتي. المين القديمه اللي هي ديت خلاص انتهت مش معايا. تمام. دي المين اللي معايا، هبدا اعمل ميرج بينها وبين ديت اللي هي البرانش بتاعت مين؟ بتاعت احمد. تمام. لو جاي بقى نعمل ميرج، بص قبل ما اعمل هنا ميرج اصلا، لو رحت هناك وعملت ريلود وعملت على الكلاس ستودنت، قال لك ايه؟ قال لك ريسولف كونفليكت، قال لك حصل كونفليكت. انت قال لك انت عندك التاسك كلاس دوت سي بي بي مش قادر احدد الايه؟ مش قادر احدد اخد انه فايل، لان زي ما احنا اتفقنا هيكون في هنا فايل في التيتشر، في كلاس التيتشر، وهنا فايل في كلاس الستودنت. التاسكين مختلفتين. قلنا لازم عشان نقدر نعمل ميرج يكون التو كلاسز او التو فايل متشابهين في كل حاجه، وواحده زايده عن الثانيه يكون صغير. طب اعمل دي ازاي؟ اعمل دي ازاي؟ بص بقى معايا وركز عشان نشوف هنقدر نعملها ايه؟ هنقدر نعملها ازاي؟ في مشكله؟ مفيش مشكله. احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين التو فايل يكونوا زي بعض. ركز معايا، التو فايل يكونوا زي بعض ما عدا ان يكون فايل زايد عن فايل بجزء بسيط كود. تمام. انا لو رحت عند يوسف، لو يوسف فتح عشان يحل هو الكونفليكت، لان يوسف هو المفروض يحل الكونفليكت. ليه؟ لان انا عندي المين فيها الفايل فيها كلاس التيتشر. تمام. فهو المفروض يجيب كل الفايلز اللي في المين يحطها عنده ويزود الجزء الصغير ده. لا مش فاهمين، هقول لك ركز معايا. انا ايه؟ هوضحها لك خالص. هوضحها لك ايه؟ خالص. هعمل فايل نيو خالص اهو، واوريك اللي احنا عملناه. هوقف بس ارسم لكم رسمه تاني عشان ما اضيعش ايه؟ ما اضيعش منكم وقت. جميل. احنا كنا وصلنا ان الماستر الاصلي بتاع الجيت هاب كان عليه ايه؟ عليه كل الفايلات، وعليه الفايل اللي هينضاف فيه الكلاسات بتاعت التاسكات. كان عندنا بي ار بتاعت احمد وبي ار بتاعت ايه؟ يوسف.
البي ار بتاعت احمد فيها كل الفايلات وفيها الفايل اللي هنضاف فيه ايه؟ فيها الفايل اللي هنضاف فيه التاسك بتاعت الكلاس بتاع الاستودنت. حلو. وبرده دي فيها كل الفايلز وفيها الفايل اللي هنضاف فيه التاسك بتاع التيتشر. الملف ده هو الملف ده هو ايه الملف ده. حلو قوي. تمام. لما جيت اعمل ميرج عملت ميرج بين الماستر ده والايه والبرانش دي. فالايه لما عملت ميرج لقى ان الكلاس ده ما فيهوش اي كلاسات والكلاس ده زيد عليه كلاس التيتشر، فزود زود جزء كلاس التيتشر، زود جزء الكلاس التيتشر الكود بتاعه ضافه ايه هنا وعمل ماستر جديد. الفايل ده بيحتوي على كلاس ايه التيتشر، فما حصلش كونفليكت لان ده كود جزء كود انضاف في الفايل، ما فيش اي مشكله. تمام. ده الماستر بتاعي الجديد، خلاص الماستر القديم ده انتهى. تمام. فاضل اعمل ايه؟ اعمل ميرج بين الماستر بتاعي والبرانش بتاعت احمد. اجي اعمل ميرج يحصل كونفليكت ليه؟ لان دلوقتي انا عندي الكلاس ده فيه، عندي الفايل ده فيه كلاس التيتشر وعندي الفايل ده فيه كلاس الستودنت. تمام. اضيف مين في مين؟ اضيف ده هنا واخد الكلاس ده، ولا اضيف ده هنا واخد الكلاس ده؟ طيب ولا اخد الكلاس ده على طول وخلاص، ولا اخد ده على طول وخلاص؟ فالجيت هاب حصل عنده كونفليكت، مش قادر عشان يقدر يعمل ميرج، هو عاوز كلاسين زي بعض ويكون فيه جزء من الكود زي ده على التاني، وده مش متوفر هنا. طب ايه الحل؟ الحل ان ايه؟ ان احمد يروح يعمل ايه؟ بول من هنا. فلما يعمل بول هنا هيجيب كلاس التيتشر يحطه فين؟ يحطه هنا. اذا الفايل ده اصبح فيه كلاس التيتشر. وبعد كده اعمل ميرج ليه؟ لما اعمل الميرج بعديها هلاقي ان الكلاس ده او الفايل ده متشابه مع الفايل ده، لان الفايل ده والفايل ده في التيتشر، والفايل ده هو اللي زيد بس عنه بايه بجزء الستودنت، فيعمل ايه؟ فيعمل ميرج. تمام. للماستر الاخيره بتاعتي وفيها ايه الفايل النهائي في الستودنت وفي التيتشر. اظن واضحه، اظن واضحه. تاني لاخر مره بقولها دلوقتي، انا عملت بريش من الاثنين دول مفيش اي مشكله، الاثنين متشابهين فين؟ الاثنين اهم، الاثنين متشابهين في نفس الفايل، ما عدا ان الفايل ده زايد عنه كلاس التيتشر، فخد الكود ده حطه هنا واصبح عندي ايه نيو ماستر في كلاس التيتشر بس. تمام. ودي الفايلات اللي عندي، ما حصلش فيها اي حاجه. تمام. حصل ميرج بكل سهوله وجربناها مع بعض عملي. تمام. لما جينا نعمل ميرج بقى بين ده وده، عاوزين تكون كل الفايلات متشابهه ما عدا ممكن يكون فايل او اثنين او ثلاثه، بحيث ان يكون الفايلين اللي هيحصل لهم ميرج زي بعض بس واحد زيد عن الثاني بالكود معين. فنيجي هنا ما نلاقيش متوفر ليه؟ لان هنا في كلاس ستودنت وهنا في كلاس تيتشر. تمام. طب ايه الحل؟ احط ده هنا ولا احط ده هنا ولا اخد انه بالظبط؟ انا مش فاهم، الجيت هاب مش فاهم، حصل عنده كونفليكت. فالحل ايه؟ مش ده الماستر بتاعي؟ ده الماستر بتاعي الجديد. تمام. انا لو عملت جيت بول من عند يوسف، من عند احمد قصدي، احمد عمل جيت بول، فالمفروض هينزل ايه؟ هينزل على الماستر عنده. تمام. لما ينزل على الماستر عنده هياخد الكود التيتشر يحطه فين؟ يحط عنده. اذا اصبح هنا التيتشر والستودنت، صح ولا غلط؟ صح. حلو قوي. تمام. نيجي نعمل ميرج تاني نلاقي ان الفايل ده هو نفس الفايل ده بس زيد عنه جزء الايه الستودنت. تمام. ياخد كود الستودنت يحط عنده هنا ويعمل ميرج، اذا يصبح عندي ايه؟ اصبح عندي الستودنت والتيتشر والفايل بتاعتي، وكده يبقى الايه، يبقى الشغل اتجمع. تمام. تمام. ان شاء الله المره الجايه هنطبق ده عملي باذن الله عشان الفيديو ما يكونش طويل. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.